شفنا في فيديو قبل كيفاش تحول الباوربوينت متاعك الفيديو. باش نشوفو توا كيفاش تعمل إديسيون متاع الفيديو هذيك باستعمال واحد من اللوجيسيال إديسيون فيديو في الفيرسيون المجانية متاعو Active Presenter. يقول القائل علاش ما نكتفيش بالفيديو اللي تحصلت عليها بالباوربوينت وكهو. الافونتاج والحاجه الباهيه اللي موجوده في اكتيف بريزنتر اللي هي تنجم تصير تعمل تغييرات على فيديو، مثلا تفسخ سيكونس انت قلت فيها كلام مكش موافق عليه ولا غلطت فيه ولا تلعثمت فيه، تزيد تصاور، تزيد فيديوهات على الفيديو ديجا موجوده، تعمل انيماسيون كيما الضوء على بلاصه وتعمل زوم على بلاصه، وهذا الكل باستعمال لوجيسيل المانيبيولاسيون نتاعو سهله وموجود فيرسيون غراتويت تسمح لك برشا حاجات. اول مرحله هي انك تيليشارجي لوجيسيال اكتيف بريزنتر على لورديناتور نتاعك، موجود فيرسيون غراتويت. نمشيو على جوجل نكتبو اكتيف بريزنتر داونلود، اول ريزولتا يخرج لنا نمشيو عليه ونتيليشارجيو الفيرسيون اللي حاجتنا بها على بي سي ويندوز، والا على ونتيليشارجيو الفيرسيون اللي حاجتنا بها على بي سي ويندوز ولا على ابل. نتبعوا لي انستركسيون لازمين حتى لين يخرج لنا لو راكورسي نتاع اكتيف بريزنتر في البيرو نتاعنا. كي نحلوا البروغرام اكتيف بريزنتر نلقاو هنايا برشا بوسيبيليتي نتاع تسجيل ليكران نتاعنا، نتاع نخلقوا بروجيكت جديد. مانيش ندخل في التفاصيل برشا في الفيديو هذه على خاطر في يوتيوب نجموا تلقاو برشا دي توتو ديتاي تكنيك. باش نعطيكم جوست حاجه براتيك اللي انا نعملها بعد ما حولت الباوربوينت نتاعي، كيفاش ساعات نجيبوا الاكتيف بريزنتر باش نضيف عليه تغييرات باش نحسن فيه ونردو في احسن جوده. نبدا بلانك بروجيكت، لهنا باش يخلق لي بروجي جديد فارغ. من بعد باش نجيب الفيديو باوربوينت اللي انا حضرتها، نمشي للانوتيشنز فيديو فروم فايل ونجيب الفيديو من لومبلاسمون اللي انا حطيته فيه من قبل. اوبن لهنا هو باش يجيب لي الفيديو اللي انا سجلتها كيما تشوفوا لهنا بلاي اللي فيها الباوربوينت كيفاش رديتو فيديو. توا مثلا نحب انا جزء من السيكونس هذه قلت فيها كلام تلعثمت فيه والا عاودته ونحب نعمل فيه اديسيون ونصلحه، نجم نسيليكسيوني الجزء هذايا ونعمل كات ونفسخه هكاكا يتنحى من الفيديو نتاعي. نجم زيدا نقسم الفيديو على زوز، لهنا نعمل سبليت تولي جزء على اليمين وجزء على اليسار، نبعدهم على بعضهم ونجي في الوسط لهنا ونحط حاجه جديده، مثلا نحب نحط تصويره ولا نحب نحط فيديو. موجودين على انترنت برشا دي سورس نتاع تصاور ونتاع فيديوهات بلاش تنجموا تيليشارجيهم. نعطيكم مثلا زوز امثله، فما لي فوتو من بيكسلز اللي هو سيت ويب موجودين فيه دي فوتو كاليتي باهيه وموجودين بلاش ما عندهمش كوبي رايت، نجموا تستعملوهم كيما تحبوا. مثلا لهنا نختاروا تيم نوتريسيون ونهبطوا نشوفوا نلقاو عندنا برشا دي فوتو نجموا تيليشارجيوهم على لورديناتور نتاعنا غراتويتمون. ندخلوا لهنا مثلا ونحطوا تيليشارجي تيليشارجا غراتويتمون. كيف كيف بالنسبه للسيت ويب نتاع لي فيديو هو سيت ويب بيكساباي. بيكساباي هذايا نجموا نكتبوا مثلا نوتريسيون كيما من بكري، نحطوا انتري هنا نختاروا لوبسيون فيديو يخرج لنا دي فيديو بلاش، مثلا الفيديو هذايا هاي باش تمشي لهنا فيها حاجه على النوتريسيون. كي نسيليكسيونيوها ونحبوا مثلا نضيفوها على الباوربوينت نتاعنا باش نضيفوا عليه اكثر حيويه وردوه اكتيف اكثر، نجموا نتيليشارجيو غراتويتمون الفيديو هذه، ومن بعد نرجعوا لاكتيف بريزنتر ونحطوا انوتيشن فيديو فروم فايل ونجيبوا الفيديو هذيك نحطوها في الزون هذيك. مثلا احنا قاعدين نمشيو ونحبوا نعملوا زوم على الجزء هذا من البريزونطاسيون، نجيو لهنا ونحطوا زوم ان، نختاروا الزون اللي باش تصير فيها زوم. وكي نمشيو لا فيديو مثلا كيما تشوفوا لهنا نلقاو اللي باكتيف بريزنتر يعمل عليها زوم. من بعد نرجعوا نعملوا زوم اوت باش نرجعوا نشوفوا الشاشه كامله جست من بعدها، ومن بعد كي نشوفوا السيكونس كامله نلقاو اللي ولا عندنا زوم ان على البارتي هذيك من ليكران، ومن بعد رجعنا كاملين. نجمو زيدا نعملو هايلايت مثلا بالسبوت لايت. سبوت لايت كي نحطوه هاكم كيما تشوفوا لهنا يعمل لنا تركيز على جزء معين من ليكران ويطفي الضوء على باقي ليكران، هكاكا
تولي انتباه المشاهد موجه لحاجة معينة اللي هي author. نجمو زادة نعملو highlights، ناخدو جزء ونزيد نوضحوه نعملوه بالفلوريسان، نجمو نزيدو text، نجمو نزيدو shape، نجمو نزيدو icons. فما plusieurs possibilités et خليونا نحسنو في الكاليتي متاع الفيديو متاعنا وردوها أكثر حيوية وأكثر جلبة للانتباه. Une fois qu'on a l'édition de la vidéo, on va aller à l'export vidéo. On va choisir le cobre de la vidéo, la propriété, l'emplacement. On va dire OK. Maintenant, je vais mettre ça sur le bureau. Save. OK. On va charger ça un peu et on va changer ça à la vidéo. حسب لي شانجمون اللي احنا زدناهم عليها. انا ننصح اي استاذ باش يعمل تدريس عن بعد انه يتعلم يخدم بلوجيسيال كيما هكايا اكتيف بريزنتر والا غيره، على خاطر تبديل الفيديو من باوربوينت ولا خلقان فيديو مختلفه حاجه مهمه برشا في التعليم عن بعد، تخدمها مره بركه وتوريها للتلامذه نتاعك. نجم تخلق فيديو كاليتي باهية فيها انيماسيون فيها افكتس وتحط على جوجل كلاس روم ولا تحطها على البلاتفورم اللي انت تتعامل بها، تخليها للطلبة متاعك والتلامذة متاعك يشوفوها في اي وقت، ووقتها تخصص السيانس اللي باش تتلاقى فيها مع التلامذة متاعك فقط للكويزز والاسايمنتس والانتراكسيون والعمل في جروب.